حتى أن ننقذ اقتصادنا لابد أن نعيد الأمن والقداسة لمكان يسمى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية مع الديمقراطيين في السلطة حدث أكبر غزو للولايات المتحدة. هذا فعلا غزو على بلدنا. عندما كنت أبني الجدار وكنت أحصل على ضمانات، لا يمكن أن تحصل على ذلك من الكونغرس، وأنا حصلت على الكثير من الأموال من الجيش وذلك من أجل بناء الجدار، وأنا كنت أسمي ما يفعله المهاجرون غزواً. والآن علينا أن نقوم بإغلاق كل تلك المساحات التي لم يبنى فيها جدار أو لم يكتمل. يجب أن نبني جداراً أكبر، وبطبيعة الحال نريد أن نغلق الحدود، ولكن هناك مساحات يجب أن نغلقها. وعندما لم أبقى في السلطة قالوا لن يكملوا الجدار ولم يبنوا. من يريد حدودا مفتوحة حيث يأتي الناس من السجون ومؤسسات ومستشفيات الأمراض العقلية؟ حتى أولئك الذين لا يحبون بلدنا والأغبياء وكل الأشخاص الذين يأتون إلى هنا، وربما قد يطرأ شيء جديد وهم يريدون هؤلاء أشخاص ولا يأبهون بمن هم وهويتهم. ورأينا ميشيغان والجمهوريين، هناك شخص مهم في ميشيغان يعمل بشكل كبير، وهناك الديمقراطيون الذين يسجلون كل القادمين والوافدين الجدد، لا يعرفون من أين أتوا ولا خلفياتهم، ومع ذلك يسجلونهم في الحزب الديمقراطي. انظروا إذا كانت هناك حدود مفتوحة، وعندما يكون الديمقراطيون في السلطة فإنهم يزيدون الضرائب 4 مرات. الذي تدفعونه الآن ستدفعون بدله ضريبة ب4 أضعاف. يعرفون أن الطريقة الوحيدة لإعادة انتخابهم هي الغش، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجيدونه. ليس لديهم سياسات جيدة، لا يفعلون أي شيء بشكل جيد، لكنهم يستخدمون هؤلاء الوافدين الجدد، ونحن رصدناهم متلبسين وقضيناهم، وليس لهم أي شعور بالخزي والعار. هم ليسوا أغبياء بهذا الشكل ليسمحوا للمساجين وكذلك مرتادي المستشفيات للأمراض العقلية أن يأتوا إلى هنا. يفعلون ذلك لأغراض سياسية ليعاد انتخابهم عبر تسجيل هؤلاء. وتعرفون هؤلاء يتدفقون إلى بلدنا. ما داموا يفعلون ذلك لا شيء جيدا سيحدث في بلدنا، لذلك سنقوم بترحيلهم بشكل ضخم. في الوقت نفسه الجرائم ترتفع في حين أن الجرائم في الدول الأخرى تنخفض. أصبحنا مثل المكب للنفايات من أولئك المهاجرين غير الشرعيين. هذا يظهر مدى غبائنا، وهم يفلتون من العقاب. في فنزويلا الجريمة انخفضت ب 72%. كاراكاس هي مدينة خطيرة جدا، ولكن الآن بسبب ما فعلوه من إزاحة المجرمين وإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت الجرائم لديهم. العام المقبل سيكون لدينا تجمع انتخابي في كاراكاس لأنها مدينة آمنة. تخيلوا، لأننا أردنا الأمن. وسيقولون دونالد ترامب اقترح أن يكون هناك رالي ميشيغان في كاراكاس. أليس هذا غير وطني؟ هذا ما سيقولون. أنا أمزح بالمناسبة، أوجه كلامي لوسائل الإعلام عندما أتحدث عن كاراكاس. السلفادور، وأنا أعرف الرئيس وهو رئيس شاب وهو لديه إعلام رائع، وهم يدربون المجرمين. حسناً، لا يتم هذا عادة، لكن في السلفادور
القتل انخفض ب70%، ويقولون الولايات المتحدة الأمريكية غبية، لذلك دعونا نجعل المجرمين يتدفقون إليها. وهناك أشخاص يقترفون الجرائم، وبالتالي للتخلص منهم يجب فقط إرسالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعدل القتل انخفض 72% وأكثر. وأنا لا ألومهم، لأنني أنا لا أتحدث فقط عن أمريكا اللاتينية، لأنه إذا كنت أدير مثل تلك الدول لكنت فكرت بطرق مختلفة. هم كذلك يفرغون سجونهم، والآن هم يقومون بعمل جيد، هم يقومون بضخ المجرمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن نقبل ذلك من هنا فصاعدا. هذا بسبب غباء القيادة الأمريكية. لن تعلم مجرما كيف يمكن ألا يكون مجرما، لن يكون هناك أي نتيجة، بل يجب فعل أشياء أخرى. ولذلك مجرد أن أخذ القسم سنبدأ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ بلدنا، أكثر حتى من الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور، لأنه كان أكبر رئيس لترحيل المهاجرين. وكان المواطنون الأمريكيون في ميشيغان عانوا كثيرا بسبب الجرائم. هناك أوكلاند، كان هناك عصابة تختفي في الأشجار وتدخل إلى ميشيغان في الليل وتسرق المجوهرات. تخيلوا أن هؤلاء يدخلون إلى المنازل ويسرقون المجوهرات ويهربون. كانت هذه المقاطعة، كان هناك مهاجر سادي مجرم كان قد قتل امرأة من 20 عاما، وكان قد قتلها 5 مرات بطلقات. وهذا القاتل كان مطلوبا بسبب محاولته خنق امرأة أخرى. وعندما أعود إلى البيت الأبيض سنوقف هذه العمليات من الاغتصاب والقتل وكل هذه الجرائم. سنغلق تلك الملاذات الآمنة، أو سنوقف سياسة المدن التي تعد الملاذات الآمنة. كذلك سنخرج الأشرار والسيئين من هنا. لن يأخذ الوقت طويلا، وإنما سنعتمد على القانون وإنفاذ القانون، وكذلك سنعيد الكرامة والاحترام والسلطة لقوات إنفاذ القانون ليحمي هؤلاء الأمريكيين ويحمونكم. في عهد جو بايدن ومن معه، هم يعرفون أننا الوحيدون القادرون على وقف هؤلاء. بايدن هو شخص ضعيف جدا، وهو مناسب للديمقراطيين، وهذا يعكس الفاشية والشيوعية التي تمثلها أيديولوجيتهم. يمكن أن أتحدث إليكم عن نصرنا في فلوريدا الأسبوع الماضي، نحن فزنا ونحن سنستعيد السلطة بعدما قالوا إننا سنخسر. عندما يكون لدينا نظام عظيم ويكون لدينا قضاة يحبون بلدنا، أشياء عظيمة يمكن أن تحدث. وبطبيعة الحال هذا يعني أننا نستحضر ما قالوه، قالوا إنهم سيهزموننا. وبطبيعة الحال نحن نقترب جدا، فعلا نقترب جدا. لن أتحدث كثيرا، لكن إذا فزنا، لأنني لا أريد أن أقول إلى أن نفوز، لأنهم يغشون ويخادعون، علينا أن نقترب. يفصلنا فقط 4 أشهر، لكن بطبيعة الحال في الانتخابات 4 أشهر مثل مدة أبدية، وبالتالي نحن نعتبر كل استطلاع مهم. نحن نتقدم في كل الولايات المتأرجحة، نتقدم على الصعيد الوطني، ونحن نقترب.
اليسار الراديكالي زور الانتخابات في 2020 ولن نسمح لهم بتزوير الانتخابات الرئاسية في 2024، لن نسمح بحدوث ذلك. في كل مرة اليسار الديمقراطي من الفاشيين والشيوعيين واليساريين كلما يقومون بمقاضاة أعتبر ذلك شارة فخر. هذا الشخص هنا هو مؤيد قوي لحركة ماغا. أنت رائع. وأنا تمت متابعتي قضائيا أكثر من آل كابون. أقدر ذلك، شكرا. أنا تمت متابعتي قضائيا بشكل زائف لسنوات. هذه قضايا فبركها بايدن. هو شخص مريض وضعيف ولذلك هو يريد مقاضاة وفبركة هذه الدعاوى القضائية حتى يفوز. وبطبيعة الحال سنلقنه درسا حتى لا يفعل ذلك مجددا، لأن ما يحدث هو يأتي بنتائج عكسية بالنسبة إليهم. أرقامنا في استطلاعات الرأي مرتفعة. هل سمعتم وشاهدتم المنادرة؟ بول، من فاز بالمنادرة، بايدن أو ترامب؟ كان هناك استطلاع طرح هذا السؤال، أو كانت هناك ثلاثة استطلاعات رأي. وهناك بطبيعة الحال أشخاص أسروا برؤيته مجددا. إذن كان هناك استطلاعات نحو 97 شخصا فقط ورأوا أن بايدن متقدم، وكان هناك أكثر من 3000 شخص في الاستطلاع وأظهر أن ترامب هو الفائز. ما يفعلونه ليس جيدا. لا تنسوا أن عدوي يريد أن يحرمني حريتي، لكن لن أدعه يفعل ذلك. يريدون أن يقوموا بإسكاتي، ولكن لن يفعلوا ذلك، ودائما أفوز. أنا دائما أفوز أيها الرفاق. هناك نبأ سار لدينا، ونحن سعداء بأن ينضم إلينا الكثير من الوطنيين من ميشيغان، بما في ذلك سيناتور ميشيغان مايك روجرز. ومايك هو متحمس مثلي، سيصوت من أجل وقف الغزو ووقف التضخم وجعل الوظائف تبقى في ميشيغان واسترجاع وظائف صناعة السيارات. ستقومون بمضاعفة هذه الوظائف في 3 سنوات أو 2 المقبلة. سجلوا هذا. نحن سنجعل هذا المكان يصنع أفضل المركبات والسيارات. وكذلك هناك صديق سيندي سيخوض الانتخابات لمجلس الشيوخ. سيندي أعلن فقط أنه سيفعل شيئا مهما جدا هذه الليلة.